شنت سلطات الأمن التونسية حملة اعتقالات شملت عددا من الشخصيات السياسية والحزبية، وحذرت المعارضة من حملة أمنية أكبر يعد لها قيس سعيد في الأيام المقبلة. واعتقلت قوات الأمن القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي وكمال اللطيف كمال مرجان السياسي ورجل الأعمال النافذ منذ عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، كما اعتقلت وزير المالية الأسبق والقيادي السابق في حزب التكتل من أجل العمل والحريات خيام التركي. وفي سياق آخر، بدأ الاتحاد العام التونسي للشغل سلسلة تحركات احتجاجية في مختلف الجهات دفاعا عن الحق النقابي بعد التصعيد الذي شهده الاتحاد إثر وضع نقابيين بالسجن ودعوة آخرين للتحقيق، ما اعتبره الاتحاد استهدافا مباشرا وتضييقا عليه. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي السيد عبد اللطيف المكي أمين عام حزب العمل والإنجاز. أرحب بك سيد عبد اللطيف، ما هي أسباب هذه الحملة، حملة الاعتقال لشخصيات بارزة حقيقة، وما هي أهدافه؟ الأسباب هو أنه بكل بساطة أن قيس سعيد لا يحتمل معارضة ولا يستطيع أن يتعايش مع حرية الرأي وحرية النضال السياسي، وهذا قلناه منذ الساعات الأولى للانقلاب، أنه على غير ما يرفعه قيس سعيد بأنه لا يستهدف الحريات والحياة الحزبية والنقابية، فإنه سيأتي إلى ذلك كضرورة من ضرورات الحكم الفردي. والآن بعد أن فشل في الإقناع بشعاراته المستغلة لتعثرات الديمقراطية في تونس قبل الانقلاب، وبعد أن تأكد من أن حزامه السياسي قد اهترأ، وبعد أن تأكد أنه لم يعد لديه أي دعم شعبي بعد نتائج انتخاباته في الدورة الأولى والدورة الثانية، وبعد أن لم ينطلي على التونسيين محاولة التأثير في توجهاتهم بعملية سبر آراء موجهة توجيها سياسيا لصالح قيس سعيد، لم يجد بين يديه الآن إلا الحل الأخير، وهو الكشف عن وجهه الحقيقي كانقلاب واعتقال القيادات الحزبية والقيادات السياسية التي لا تملك إلا سلاح الكلمة وسلاح الرأي والإرادة والعمل السياسي، ولذلك فهذا طبيعي في مسار انقلاب. طيب، أراد أن يصفي مكتسبات الثورة التونسية باسم إصلاح عيوب الديمقراطية. يعني هذا ديدن المستبدين الذين يريدون أن يكون، وهذا مشروع الدكتاتور حقيقة، يعتقل حتى الذين كانوا مؤيدين له. ولكن السؤال سيد الدكتور عبد اللطيف، ما هو الرابط بين المعتقلين هؤلاء الذين تم اعتقالهم أمس، وماذا يمثلون على أرض الواقع؟ ليس هناك رابط بين الجميع، هناك سياقان للاعتقالات. أولا، الاعتقالات التي شملت رجل الأعمال كمال الطيف، وهو من اللوبيات المؤيدة لانقلاب قيس سعيد، وهؤلاء معروفون بنفوذهم في كثير من المجالات. وهنالك سياق آخر هو اعتقال المعارضات السياسية الفعالة، ليس هناك رابط بينهما. وقيس سعيد يتصور أنه بإقصاء للقوى السياسية بإمكانه أن يتعايش مع هذه اللوبيات، ولكن تبين أنه لا يستطيع أن يتعايش، لأن هذه اللوبيات ليس هدفها دعم قيس سعيد، وإنما التخفي وراء قيس سعيد لتنفيذ أجنداتها مثلما تخفوا وراء كثير من الحكومات. والذي يعنينا إحنا اليوم ليس التآكل داخل اللوبيات التي تساند قيس سعيد، بقدر ما يعنينا الاعتقالات التي تستهدف القوى السياسية وقد نضجت ثمار عملها، لأن المقاطعة، مقاطعة الانتخابات، كانت نتيجة لعمل المعارضة ولتعديل ميزان القوى مع قيس سعيد بعد أن كاد جزء من الرأي العام ينخدع بصورة نهائية بشعاراته البراقة. نعم.
طيب سأعود إليك دكتور عبد اللطيف مشاهدينا، وأرحب بضيفي عبر الهاتف السيد سمير ديلو الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الجلاصي. أرحب بك سيد سمير. يعني لماذا استهداف الجلاصي، وهذه ليست أول مرة بالمناسبة، لماذا استهدف قيس عيد السيد عبد الحميد الجلاصي والشخصيات الأخرى التي تم اعتقالها؟ ما هي التهم الموجهة لهم؟ لا أعلم أنا بسهام الموجهة، لأن لم نتمكن من مقابلة السيد عبد الحميد الجلاصي، وهذا أيضا بالنسبة لبقية الموقوفين. كل ما نعلمه أن استهدافهم يأتي في سياق سياسي تعيش فيه البلاد على وقع التهديدات الرئاسية المتواصلة باستهداف الخصوم السياسيين. هذه منظومة تقوم على إلهاء الرأي العام باشتعال الأزمات وباشتعال المعارك الوهمية تحت شعارات التطهير والخصوم بكل النعوث وكل أنواع الكذاب والشتائم، ولكن في الواقع كل القضايا التي مرت أمامنا هي قضايا ليس فيها أدلة ولا إثباتات على أي عمل مجرد. نعم، طيب إذا كانت ليس هناك قضايا ولا إثباتات على المعتقلين، يعني ما هو السند القانوني لاعتقال هؤلاء إذن؟ ليس هناك أي سند قانوني، هي حجة القوة. رئيس الجمهورية انتخب ليكون رئيسا، فأصبح يتصرف في كل أجهزة البلاد ومد يده إلى السلطة القضائية، والقضاة اليوم يعيشون تحت تخويف سيف الإعفاءات. بعضهم صامد ولكن البعض الآخر يرضخ للتعليمات والتهديدات، وفي كل القضايا سواء أمام القضاء العدلي أو أمام القضاء العسكري وقفنا على ملفات فارغة تماما وليس فيها أي أدلة ولا إثباتات تنطق بإدانة أي من الذين تم محاكمتهم. هذه القضية ما زلنا لم نطلع بعد على ما يؤكد الاتهامات الموجهة خاصة في وسائل الإعلام القريبة من منظومة الانقلاب، ولكن نحن متأكدون سلفا أنها لن تشل عن القاعدة السارية في الأشهر الأخيرة، وهي أن السلطة تريد أن تلهي الرأي العام الوطني والدولي على الأزمات التي تخبط فيها على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية عبر خلق أعداء وهميين وعبر الادعاء بأن هؤلاء يستهدفون تغيير هيئة الدولة. أما هيئة الدولة لم يبقى فيها ما يغير بعد أن مد رئيس الجمهورية يديه إلى جميع السلطات واستولى على كل فلاحين. أشكرك جزيلا سيد سمير ديلو الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الجلاصي. أعود لك دكتور عبد اللطيف المكي، ربما السؤال: ما الذي يخيف قيس سعيد من هؤلاء، من هذه الشخصيات حتى يتم اعتقالها؟ وهل ستكون هذه ربما بداية لحملة اعتقالات واسعة، وهل تخشى على نفسك أيضا؟ قلت لك أنه قيس سعيد لم يعد لديه من الحجج ما يقنع به الرأي العام، ولذلك انتقل إلى اعتقالات لا مبرر لها. نحن ضد الانقلاب بالصراحة والشجاعة الكاملة، سواء كان الإخوة الذين تم اعتقالهم المهندس عبد الحميد الجلاصي أو السيد خيام التركي، نحن ضد الانقلاب بالوضوح الكامل وبالصراحة الكاملة وبالقوة الكاملة، وسنواجهه إلى آخر رمق بأساليب سلمية وقانونية. وهذا أعطى تأثيره لدى الرأي العام. عبد الحميد الجلاصي من أكثر الناس الذين يكتبون مقالات دسمة وقوية ومن الذين يؤثرون في الرأي العام. السيد خيام التركي حاول عبر اجتماعات مختلفة أن يوحد بين أجنحة المعارضة، لا في الموقف فقط بل كذلك في الصف، وحدة الصف. وبالتالي قيس سعيد يستهدف هذه القوى ويسقط آخر قناع يتذرع به لدى القوى الدولية والداخل أنه لا يمس من الديمقراطية ومن الحرية، ولكن هذا يؤشر على قرب نهاية الانقلاب، لأن هذا ببساطة كاملة هو التخبط بعينه.
نعم. وليس لدينا خشية من أي مصير نواجهه ما دمنا مقتنعين بما نفعله من أجل بلادنا ومن أجل شعبنا. نعم، ولكن هذه الاعتقالات دكتور عبد اللطيف جاءت بعد اعتقال علي العريض رئيس الحكومة الأسبق، ويصر قيس سعيد على اعتقاله حتى اليوم، وهذه استمراره وذهابه بعيدا بهذه الاعتقالات ألا يعكس صورة بأنه قيس سعيد استطاع إحكام سيطرته وسلطته وقبضته على القوى الأمنية وعلى القضاء وعلى كل أجهزة الدولة، وبالتالي كيف سيسقط؟ طبعا المسألة فيها وجهين. الوجه الأول أنه قد يكون سيطرة، ولكن هي سيطرة مؤقتة، لأن هذه القوى قد تضمخت بمكتسبات الثورة وبأن تكون جيش جمهوري وأمن جمهوري، وحتى في القضاء هنالك مقاومة. وهنالك وجه آخر، أن هذه القوى هي قوى منضبطة، ليست قوى فوضوية، ولكن ستتفاعل مع نبض الشارع ومع نبض الشعب. وربما هذا مبعث تخوفات قيس سعيد بعد أن برمجت العديد من المنظمات، وخاصة المنظمة النقبية والأحزاب، تجمهرات وتظاهرات قوية، والوضع الاقتصادي والاجتماعي يزداد قتامة، وهذا ما يخيف قيس سعيد. ربما أراد أن يقوم بعمليات استباقية، ولعل من الدلائل على ذلك خطابه في ثكنة الحرس الوطني وما أسموه التونسيين بخطاب الثكنات، ولكن هذا لن يجدي نفعا. معلوم أن الشعب التونسي صبور ويدخر، ولكن عندما ينتفض فإنه لا يبقي ولا يذر، ولا يدل على ذلك من نظام بن علي. طيب، اتحاد الشغل مؤخرا بدأ وكأنه دخل على خط الأزمة، وبدأ وكأنه انفض من محيط قيس سعيد وبات في مواجهة معه. إلى أي مدى هذا التحول في موقف الاتحاد برأيك سيكون حاسما في هذه المواجهة مع الانقلاب؟ موقف الاتحاد منذ البداية اختلفنا معه عندما قال أن هذه فرصة للإصلاح، والاتحاد قال كذلك أنه لا يعطي سكا على بياض، وطالب بعملية تشاركية. ولو أن قيس سعيد ذهب في عملية تشاركية ربما لذهبت معه العديد من القوى السياسية، لأنه الغاية هي الخروج من مأزق الانقلاب وليس تأبيد الحديث عن الانقلاب. ولكن عندما رفض قيس سعيد هذه الشراكة بدأ الاتحاد يغير موقفه شيئا فشيئا، وفي المدة الأخيرة الاتحاد تبنى مبادرة في مضمونها هي النقض لكل ما توصلت إليه رزنامة قيس سعيد، ولذلك انزعج كذلك قيس سعيد وبدأ بعملية استباقية ضد الاتحاد بإيقاف ناشطين نقابيين ومسؤولين نقابيين. وفعلا الاتحاد أصبح لا يؤمن برزنامة قيس سعيد ويطالب برزنامة أخرى وبمضمون آخر وبمبادرة أخرى هي أقرب إلى رؤية المعارضة منها إلى قيس سعيد، ولذلك هو انزعج منه وبدأ في الاعتقالات كذلك في صفوف النقابيين وبالتهديدات. طيب، كيف سيؤثر موقف أو هذا التحول للاتحاد في موازين القوى إذا صح التعبير، وسيساعد في إنهاء هذا الانقلاب؟ كل القوى سواء كان القوى السياسية أو القوى الاجتماعية أو قوى المجتمع المدني انطلقت من مواقف مختلفة من الانقلاب، ولكن الآن تسير نحو الالتقاء في نقطة موحدة، والالتقاء في هذه النقطة الموحدة يعني تراجع مشروع الانقلاب، وسندخل في مسار جديد. يطرح سؤال كيف؟ لا ندري كيف سيكون هذا، ولكن بالتأكيد إذا كان التقت هذه القوى في نقطة واحدة وستلتقي بالتأكيد ستكون نهاية الانقلاب بطريقة سلمية وقانونية. أشكرك جزيلا دكتور عبد اللطيف المكي، أمين عام حزب العمل والإنجاز، كنت معي من تونس.